التاسع عشر من أوصاف القرآن في القرآن أنه شفاء. في ثلاث آيات من القرآن وصف الله القرآن بأنه شفاء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. في واحدة من الثلاثة كما سمعت خص الله الشفاء بالصدور، ومن هنا قال أهل العلم إن المقصد الأول من شفاء القرآن هو شفاء الصدور من الكفر، من الضلال، من الزيغ، من القسوة، من الغفلة، من أمراض القلوب عجباً وحسداً وكبراً وغلاً وخيانة وغدراً وسائر الأدواء أجارنا الله. فالقرآن دواء لها، كما إذا اشتكى أحدنا في ضرسه أو ظهره أو يده أو قدمه أو رأسه فعمد إلى دواء يتداوى به، وحمية يخف عنها بها ألم المرض والداء والسقم، فإن أرواحنا تحتاج كذلك وقلوبنا أحوج إلى مداواتها، ألا وإن شفاءها القرآن. لاحظ أن الله وصف القرآن بأنه شفاء ولم يقل دواء، لأن الدواء قد يجدي وقد لا يجدي، وقد ينفع وقد لا ينفع، لكن الله وصف القرآن بما لا يحتمل معنى آخر فقال شفاء. وفي الآيتين الأخريين أطلق معنى الشفاء ولم يقيد بالصدور، فهل هو شفاء للأبدان حساً كما هو شفاء للأرواح والقلوب معناً؟ الجواب نعم، وآية ذلك حديث أبي سعيد الخدري لما رقى بالفاتحة لدغ القوم وقد لدغته عقرب فشفاه الله بها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية. إن القرآن متى قرئ بيقين جازم يقرأ به راقيه ومسترقيه ويعلم أن الله جعله شفاء، فإن الله عز وجل يحقق لعبده ما علق به قلبه من عظيم صدقه بكلام ربه عز وجل.